جلسه ليزيفينمون. كان عندي علاقه بين صحفيين والفنانين، كنت كندير توصيل للحوارات ديالهم ولا الاورغانيزاسيون ديال الندوه الصحفيه كاريمون. دونك كان عندي قرابه مع معظم الفنانين، او ميم طو كنت كندير لاكومبانيمون. لاكومبانيمون هو في كيكون شي فنان عنده شي فيستيفال ولا عنده شي حاجه، كنتبعو من لوتيل حتى في سورسان الماكله ديالو، سي دي بيبي سيتينغ الا بغيتي تقولي. دونك كانت عندي قرابه، كاين لي صحابي ديال بصح يعني يمكن صغيره، كاين اللي في الاول تلاقينا خدمه تورينا اصدقاء وهادشي اللي كاين. انا رجعت وفلان من تجيك عرفتهم هما في كانوا انصام شحال هادي بجوج، وكانوا اصدقاء بجوج و بي فوالا. دونك جي كاردي كونتاكت مع نرجس وهادشي اللي كاين، ولا حاضره ليها وكنقول لها الله يخليها ليها، الله يخلي لها فينا، هي فينا وعائلتها فينا وقلبها زوين. كونكوراجاتهم الله يسهل لها. المناعه كتكسبح، المناعه هي دي اول حاجه، وثاني حاجه كتكوني ثيقه في الحاجه اللي كنت كديري، عندك ان اوبجيكتيف تدوا اتان خاصك ديري. علاش؟ لان كنت درت غير البرنامج الاول وبسمه ديالي يعني الاسم ديالي صافي ترسم تحط. دونك سي ديفيسيل ان الانسان يتقبل الكونسيبت، سيرتو الكونسيبت وسيرتو برنامج بلا زوا. كان برنامج كان فيه واحد شويه ديال الجراه، يعني كان شويه مختلف مغير بابور لي زوتر برامج، وسيرتو في نورمال بنادم ما غاديش يتقبل الفكره شويه بشويه، كتخلي بنادم ما غايبغيكش ولا يجي واحد النهار غايبغيك بشويه بشويه يتقبل كيف ما انتيايا. وهادشي اللي كانوا الانتقادات راه غادي نبقى طول حياته غيكونوا الانتقادات، وماشي مشكل. مي انا ثقه في راسي، اللي بغاني تبارك الله، اللي ما بغانيش ما كنبغيش عليه. انا هادشي اللي كنديرو انا كنبغيه، هادشي اللي كاين. ماشي جمهور، انا ما عندي حتى شي جمهور، انا ما عندي لا فا لا جمهور، عندي متتبعين كيتبعوا الكونتوني ديالي. راه كلمه فان هي كلمه كبيره، ما خصناش نبقاو غير حيت عندنا 1 مليون راه نسميوهم فان. فان هو يبغيك نتيا ويموت عليك، يحط صورك في البيت، هذا هو فان. يعني بحال اللي فان ديال مايكل جاكسون، ديال لي زارتيست الكبار. حنا ما وصلناش ستار سيستم عاد تقول انا فان، راه ما يمكنش. حنا عندنا متتبعين كيتبعوك على قبل البرامج ديالك، الكونتوني ديالك، سكو تو بريزون. هذوك المتتبعين كيعجبوهم الروتين ديالي، يعني كنجي كاين شي حدث كيكون راي عام كنعطي الراي ديالي، كاين اللي كندخل فيه طول وعرض ما عنديش مشكله. حاجه عجبتني كنقولها، ما عجبتنيش كنقولها، كنبارطاجي معاهم الاغلاط ديالي، كنبارطاجي معاهم حوايج سلبيه حوايج ايجابيه وانسي دو سويت. يعني باغ الخدمه ديالي نبارطاجي حتى شخصيتي كوم سا يعرفوني كومون جو سوي. شي اللي كاين انا ما نقدرش نصح، انا يلا مازال كان هذا ما نقدر نقول لك، نقدر نقول لك ما نوميتي خاصو يوصل وما يديوهاش في الناس. ما تصنتش الانسان، انا كنتكلم في يلا بديت كيجيو كيقول لي لا لا تقدر دير هادشي ما يمكنش ديريه، صدقت كندير حسن منه وكينقلوا مني وماشي مشكل. ها دونك تيق في داكشي اللي كدير وما تصنت حتى شي حد. دونك الرئيس التحريري ديالك ولا المدير ديالك عاطيك هذاك الميكرو، عاطيك هذه الكاميرا وكيقول لك سير تخدم، سير تخدم. هو اللي عارف علاش كيقول لك هذيك القضيه وهادشي اللي كاين. انا عندي انا جي كومون باك من بعد عاد بديت كنشتغل من 18 عام ولا كنشتغل يعني بزاف. هما اللي جاو عطاوني فورماسيون بوندون ان ان، مدير استاذ رشيد نيني، وكنديرو لو ريسبكت وكنقول ليه شكرا بزاف، حيت كون ما كانش هو كون ما غاديش نكون دايره هاد البرامج كامل اللي خلقوا هاد الضجه. هو تايق هو تايق فيا وعطاني هاد الفرصه اللي ما عطاش لبزاف د الناس. قبل ما جيت لهم تقول لي انا ما قاريش، خاصك تسول راسك انت اللي قاري وما درت حتى شي حاجه. انا كنقرا راسي اوتوديتات، وكنمشي كنتشاور مع الاداره كسوا هو الاستاذ كسوا اللي كيكونوا في الاداره في لا برودكسيون، المونتور هو الاول زعما، كنمشي كنسول نتشاور معاه، كنتشاور اسبري ديكيب وكنتعلمو. الى بديتي تو اكزيرس هذاك لو ميتي عام ورا عام ورا عام ورا عام، راه بحال قريتي.